السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحلقة السريعة سأريك موقع رائع. هذا الموقع يكون أو يتكون تحت رابط ar.cooltix.com. بعد الدخول إلى هذا الرابط ستجد مجموعة كبيرة من الأشكال. هذه الأشكال يمكنك من خلالها اختيار أي شكل، مثلا هذا شكل، هذا شكل، يعني العديد من الشعارات التي تستطيع التعديل عليها وكتابة الاسم الذي تريده، وبعد ذلك اختيار أو أخذ هذا الشعار ووضعه في موقعك، في مدونتك، أخذه كصورة، يعني تكتب اسمك بدل اسم موقعك وتضعه في الشبكات الاجتماعية لتبر أصدقائك، وغير ذلك تضعه صورة غلاف، العديد من الاستعمالات الرائعة والعديد من الأشكال والمميزات التي يوفرها لك هذا الموقع. طبعا يوجد شعارات متحركة، يوجد شعارات ثابتة. فعلى سبيل المثال سأختار أي شكل من هذه الأشكال، مثلا سأختار هذا الشكل، تضغط عليه فقط. بعد ذلك يمكنك كتابة النص الذي تريده واختيار نوع الخط طبعا، وللإشارة بأن الخلفية شفافة فلا يوجد خلفية بيضاء تركبه على أي شيء، لا يوجد أي مشكلة. فعلى سبيل المثال سأكتب th3bw.com هكذا. الآن أضغط على، كما ترى يعني لوحده قام بكتابة الرابط أو كتابة الكلمة التي قمت بكتابتها في خيار نص الشعار. يمكنك اختيار حجم الخط، تكبيره، تصغيره، التعديل عليه، اختيار نوع الخط. من هنا يمكنك اختيار الخط الذي تريده، اختار يعني هذا الخط. كما ترى مشاهدي الكريم قام بتغيير نوع الخط كما ترى أمامك لشكل أفضل بكثير. يمكنك الآن فقط يعني تضغط هكذا على Create Logo كما ترى أمامك بعد الانتهاء. الآن تضغط فقط على تحميل الصورة، هنا تحميل صورة، تقوم بحفظها. الآن تقوم بفتح الصورة هكذا ويظهر لك الشعار كما ترى أمامك، شعار احترافي لا يوجد به تشوشات، لا يوجد به أي شيء. يمكنك اختيار الشكل الذي تريده، ومن خلال هذا الموقع يمكنك الحصول على شعار في أقل من 5 ثواني.